نروح بقى لماتش النهاردة. ماتش النهاردة برضو جزء من فخر الواحد ان هو اهلاوي. ده يبين لك ايه؟ اولا النادي الاهلي دايما متواجد في المحافل القارية ومثل للكرة المصرية. لو بصينا بقى على البطولات، احنا وصلنا لايه؟ للدور قبل النهائي. للدور قبل النهائي فين؟ في بطولة افريقيا الاندية، ابطال الدوري. حتى على مستوى البطولتين، سواء بطولة افريقيا الاندية ابطال الدوري او الكونفدرالية، هو النادي الاهلي بطل مصر وبطل افريقيا هو اللي مكمل. هتقول لي بطل افريقيا بالارقام؟ بطل افريقيا. النادي الاهلي النهاردة عنده مباراة صعبة جدا جدا جدا، لان الخصم مختلف. خصم فريق ليه باع كبير جدا على المستوى الافريقي والمستوى العربي طبعا، وهو الترجي التونسي. لما نيجي للارقام هتلاقي في تفوق من النادي الاهلي على فريق الترجي في مجموع المباريات. النادي الاهلي كمان متفوق على المستوى الافريقي من حيث الانجازات والبطولات. حتى المواجهات، بقول لحضراتكم، من اللي بين النادي الاهلي ونادي الترجي تصب في مصلحه النادي الاهلي. كمان النادي الاهلي عنده بعض التفوق على كل الانديه التونسيه. يمكن كان في مقوله شهيره للمعلق التونسي عصام الشوالي، كان بيقول ايه؟ كان دايما هو بيعلق على الاحداث ما بين النادي الاهلي والانديه التونسيه، ودايما المكسب او في معظم الاحيان غالبا يعني المكسب بيبقى لصالح النادي الاهلي. فهو كان ليه مقوله شهيره كان بيقول لك ايه؟ لولا تواجد الاهلي في البطولات الافريقيه لكان الانديه التونسيه شان اخر. ده معلق تونسي بيتكلم على النادي الاهلي، بيتكلم على الانديه التونسيه، فبيقول بصراحه لولا وجود النادي الاهلي في البطولات الافريقيه لا كان زمان الانديه التونسيه في حته تانية. لان النادي الاهلي قلعه البطولات. النادي الاهلي، خلينا نتكلم على ارقام قياسيه بيحققها النادي الاهلي يوم بعد يوم. النادي الاهلي على مستوى بطولة افريقيا المرة التسعتاشر اللي بيوصل فيها النادي الاهلي للدور قبل النهائي. والمرة الرابعة على التوالي بيوصل النادي الاهلي في البطولة الافريقية للدور قبل النهائي. هي من الناحية الفنية المباراة خارج التوقعات، لان المباراة بين فرقتين كبار في قارة افريقيا. لو اتكلمنا بقى عن غيابات، ما الغيابات هنا والغيابات هنا. النادي الترجي اللي الجماعه اللي بتتكلم ان النهارده نادي الترجي هنقصه كتير، والنادي الاهلي برضو بينقصه كتير. نادي الترجي كسب في وجود غيابات كتير عنده قبل كده. هتقول لي عنده اهم سلاح النهارده بيغيب عنه اللي هو سلاح الجمهور. الجمهور عنصر فعال جدا 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 في دول شمال افريقيا، ولكن حصل قبل كده، دي مش أول مرة على فكرة، نادي الترجي يلعب بدون جمهور وكسب بدون جمهور وخسر في حضور الجماهير. لو نفتكر حضراتكم، تعالوا بس نرجع بالذاكرة سنتين كده ورا شوية. نادي الترجي التونسي دي تاني مرة يلعب فرق مصرية في نفس البطولة. قبل كده لاعب الزمالك، و المرة دي بيلاعب النادي الاهلي في نفس البطولة. الكلام ده حصل 2021 نادي الترجي لاعب نادي الزمالك ولاعب النادي الاهلي في نفس البطولة. دي تاني مرة نادي الترجي بيوصل للدور قبل النهائي، لاعب الزمالك في دور المجموعات والمرة دي بيلاعب النادي الاهلي. عوامل كتير جدا 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 النهاردة اكيد في حسابات مستر كولر ولاعيبه النادي الاهلي. في كلام بيتقال يمكن الكابتن سامي قمصان رد عليه. يعني في كانت نغمه في الصحف التونسيه ان المباراه صعبه على نادي الترجي التونسي. المباراه صعبه لان نادي الترجي التونسي بيمر بظروف صعبه جدا 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 الفتره دي، بيغيب عنه 5 6 لعيبه مهمين، بيلعب من غير جمهور، حتى الماتشات عموما
او اداؤه في الماتشات في الدوري المحلي اداء هزيل، النتائج مش في صالحه، ولكن تبقى دائما مباريات الاهلي والترجي خارج نطاق اي مقاييس. مباراه بقول لحضراتكم ديربي مهما كانت الغيابات، وحصل قبل كده، حصل كتير ان الترجي كسب بدون جمهور وخسر بجماهير، فمباراه صعبه.